Guten Tag, meine Schülerinnen. مساء الخير أعزائي الطلبة والطالبات، طلبات الثانوية العامة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل اللي اشتغلناه مع بعض الأسبوع اللي فات. أنا وهير ياسر معاكم كنا اشتغلنا امتحان السودان وكان فاضل لنا فيه الجراماتيك. النهاردة هنكمل معاكم إن شاء الله الجرامر وهناخد حاجة جديدة. تعالوا نشوف هنشتغل إيه النهاردة إن شاء الله. النهاردة هدفنا زي الهدف نفس التسيل بتاع الأسبوع اللي فات، وهو إزاي بيكونن دي شولر زلبستيندك دي بريفونج ريشتيش بأنتورتن. إزاي نحاول نفهم ونشتغل الامتحان صح ونحل كل جزئية فيه بحيث إن إحنا ما نضيعش ولا درجة ولا نص درجة وإحنا بنحل الامتحان. إحنا إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل امتحان السودان اللي إحنا ابتديناه الأسبوع اللي فات، فاضل لنا فيه الجراماتيك. وكمان النهاردة هنتدرب على الامتحان التجريبي اللي نزل في شهر يونيو السنة اللي فاتت. ان شاء الله هنشوف. انا ما جبتش الامتحان كله، يمكن على اساس الوقت حبيت اراجع اكبر قدر ممكن انا وهير ياسر معاكم، فهنشوف هنشتغل مع بعض ايه ان شاء الله النهاردة. تعالوا نبص كده مع بعض. ده السؤال لسه تكملة امتحان السودان، سؤال جراماتيك. فيلا دي ريشتيجا انت وورت اوس. احنا عارفين كل امتحاننا كله اوس فيلن، كله اختياري. في الجراماتيك بيقول لي فيلا دي ريشتيجا انت وورت اوس. انا هسيب لكم تمام اين مينوتا انا وهير ياسر، تحاولوا تقروا الفراجن الاسئله وتحاولوا توصلوا للاجابه الصح، وبعدين هنتناقش انا وهير ياسر معاكم في الاجابات الريشتيش الصحيحه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هاست دو اونكلز فيريانس وونونج جزيهن. هزدو أونكلز فيريان بونون جزيهن. قلت له يا فيريان بونون ليكت أمير أند إست زير شون. أنا بتكلم على أني بونون، شقة بتاعت مين؟ بتاعت الأونكل. والأونكل عندي تمام، المفروض إن أنا بتكلم عليه البوسيسيف فورنومن بتاعه هيبقى إيه؟ فاكرين البوسيسيف فورنومن؟ كنت بركز كويس قوي، يا ترى السوبجكت اللي انا بتكلم عليه الضمير اللي يخصه ايه؟ تمام، البرسونال فورنومن احدده صح عشان اجيب البوسيسيف صح. فاونكل هو اير، يبقى البوسيسيف بتاعه ايوه ريشتش زاين. طيب ما احنا عندنا اتنين زاين، في زاين نا وفي زاينن، انهي اللي صح يا فراو؟ تمام، بتبص على الاسم اللي بعد ضمير الملكيه. تمام، هنا فونونج ارتكلها دي، فيبقى انا هختار تمام زاينة ريشتش. طيب نمر 25، للأسف أنا ما عمل تاتش اتجاوبت، بس هير ياسر ممكن تشتغل معنا الجملة؟ ممكن أكيد طبعا. تانتي إيمان كومت مورغن في لندن زوك وهولت زي فم فلوغ هافن أب أنرو انفيرت فونكشن زي هالب سيبن فم فلوغ هافن فونكشن. طبعا أكيد شايفين في فراغين، فراغ نمر 2 وganz am Ende فراغ تاني، فأكيد الفراغ الأول مرتبط بالأخير. طبعا ألف ب لازم أخد بالي من التصريف، أندرو أند ألبرت دول جمع، فممكن أقول هابن وممكن أقول دورفن وممكن أقول زولن. أنا أول ما شفت مورغان استبعدت هابن، لأن هابن أبجي هول ده بيرفكت، والبيرفكت بيدل على الماضي، فإزاي هيكون بكرة وأنا بتكلم في الماضي؟ طيب فضل عندي اختيارين ممكنين، dürfen abholen وsollen abholen. يبقى لازم المعنى مهم، dürfen في erlaubnis في سماح او verbot ممنوع، بس هنا لا سماح ولا منع، لكن هنا الزام. لما يكون تانتي ايمان جايه او راجع من لندن، ومين اللي هيجي؟ وطبعا في واحد ملزم ان هو يجي من هناك، وبالتالي اقول اندرو اند البرت sollen، وأقول ganz am Ende الانفينيتيف اللي هو المصدر اللي هو abholen اللي هو يحضر. أندرو وألبرت ينبغي إن هما يحضروها في ميعاد محدد اللي هو هالب زيبن 6:30 من المطار، وده اللي خلاني أختار زولن. أولا عشان فيها إلزام فبالتالي استخدمت فعل زولن، ثانيا عشان التصريف، والأهم إن الزمن ما كانش ينفع يبقى بيرفكت، عشان كده استبعدت أول اختيار، وبالتالي الاختيار الصحيح يكون زولن وفي الآخر أبغولن. زي جوت يا رياسر، ثانك يو شون. شوف السلايدز اللي بعديها. نوما ديكسون سفانسيش بيقول لي فرانك كوما هاست دو هويتا مورغن فيو تو هاوزا اينجيكوفت؟ قال لي يا
وسبيس كل شخانك فين بسدو دي جيت غنكا ومنين كيزا داس اوبس ون داس جميوزة زين نوخ كوشن دي تمام. دول هنا في تو سبيسز تمام، بس لازم افهم الجمله كويس قوي. هو الاول فرانك وكوما، بقول له هاست، وفي اخر الجمله في اين جيكوفت، الجمله بيرفكت تمام. هو انت النهارده تمام عملت شوبينج تمام النهارده الصبح في تو هاوز، قال لي يا، وابتدى تمام يجاوب عليا، قال لي تمام كل شرانك فين ديز دو دي جيترينكا وندين كيزا. الكل شرانك الكلمه دي عدت علينا كويس قوي في اولى ثانوي تمام. في الكل شرانك هتلاقي الجيترينكا والكيزا، اما الاوبست والجميزة زين نوخ ستيل موجودين كوشن تيش كوش وتيش تمام. يمكن الكلمتين ما اول مره نشوفهم مرتبطين ببعض، بس احنا خدناهم كوش اللي هو المطبخ وتيش اللي هي الترابيزه. كوشن تيش ايوه ترابيزه المطبخ. انا عندي هنا الفاميليا نام، المفروض انا هشتغل على ارتيكل تيش اللي هو دير عشان ياخد بيه. واضح من المعنى ان انا بقول له ايوه هتلاقي الجترينكا والكيز في الثلاجه، يبقى انا هشتغل على ان، وكل شرانك ارتكلها دير، فتبقى المفروض داتيف ان ديم زي ما احنا اتعلمنا، لان هنا الجمله معناها سكون في الثلاجه، يبقى انا هشتغل على ان. طب انا قبل ما اكمل لمحت عندي تمام اتنين اجابات مبادئين بام، في ام وام، وفي ام واوف ديم. ويمكن النظريه دي لطيفه برضو عشان ما احسش ان انا تمام زي ما بيقولوا كده تايه اساسا، فانا كده استبعدت اجابتين تانيين اللي هي الاجابه ان دير وان دين، انا مش محتاجهم خالص. فانا فاضل معايا ام وام وام واوف دين. اه طيب انا كده الاجابه الاولانيه ام صح. طيب الاوبست والجميوزة بالنسبه لترابيزه المطبخ هيبقوا ام ولا اوف دين؟ ايوه انا سمع حد قال لي تمام هتبقى جونج، هتبقى ام اوف دين. زير جود نمر دي بنت فرانسيش يا هري ياسر. فاميليا زيمرمان هات جلوك. نيبن ايرم هاوس ist ein Garten. Die Kinder gehen jeden Tag Hündchen, Garten und spielen dort. طبعا ألف ب لازم تبص للاسم اللي بعد الفراغ اللي هو جارتن وتبقى عارف الارتيكل بتاعه. طبعا اللي عارف كويس جارتن ده ماسكولين يعني الأداة دير، واللي بيفهم كويس ممكن يحلها بالأداة بس، لأن الأداة دير بتتحول في الأكوزاتيف تبقى دين، لكن مستحيل تبقى دي أو إنس اللي هي إندس، ولا حتى تصور اللي هي كان أصلها تسو وفيمينين بقت تصور اللي هي اختصار المؤنث. فأنا حلتها بالأداة بس قلت إن دين، لكن لو عايز أتأكد أكيد هاخد بالي إن هنا الفعل جيهن حركة، حركة يعني إلى، أنا ذاهب إلى الحديقة، وبالتالي إن أنا أغير الدير تبقى دين. أنتوا عارفين إن مع فعل الحركة بتاخد أكوزاتيف، وبالتالي الدير بقت دين. ده لو أنا عايز أكد، لكن كان ممكن أحلها بخطوة واحدة بس، من إن أنا عارف إن جارتن دير وهي الأداة الوحيدة اللي ممكنة في الاختيارات in den garden. تمام؟ تمام زير جوت يا ريال. Okay. أعرف فرنسيش بيبقى أقول لها تينا كوما إيش فرمسة ديش زير وان كونين فير أونس تغفن. ردت علي وقيتي إيش بين حالب ناين تسين إن دير أربايت دان هاب إيش فاير ابند. ومديني تمام الاوزبيل الاختيارات اللي قدامي زايد ولا ناخ ولا ان ولا بيس. لازم افكر كويس قوي تمام في معنى الجمله، ويمكن الحروف اللي قدامي كلها حروف جر تيمبورال زمنيه، فوارد ان يبقى في حاجه منهم. هالب ناينتين دي ساعه. فاتينا بتقول لي ايه ايش بين هالب نايتسين ان دير اربايت، لحد الساعة هالب نايتسين تمام موجودة في الشغل. دان يعني افتر ذات، بعد كده هاب ايش فاير اوفن هتبقى فاضية. انا من المعنى كده تمام حسيت انها لازم تكون بيس. طيب ما تنفعش زايد؟ لا خالص، لانها بعيدة تمام عن المعنى. وطيب يا فرو ما ينفعش نخ؟
لا ما ينفعش نخ وبعدين اقول تمام دان هاب ايش فاير اوبن، وطبعا ان مش هتنفع هنا خالص. تعالوا نبص لتمام الاسئله اللي بعديها. نمر 8 اون سبانسش هير ياسر. Entschuldigen Sie bitte, Funktion, Sie mir vielleicht den Weg zum Bahnhof وبرضه في الآخر في Funktion يعني مطلوب فراغين، والفراغ الأول مرتبط بالأخير. طبعا لما بلاقي زي جروس ممكن أقول كنتن وممكن أقول würden وممكن أقول haben وكمان erklären، بس أنا هستبعد اختيار اللي هو بدايته würden والاختيار اللي هو بدايته erklären، لأن وردن محتاجة في الآخر إنفينيتيف، فمستحيل أقول أكليرت، أكليرت ده مش مصدر. ونفس الكلام في الاختيار اللي تحتيها بالظبط اللي هو أكليرن وفي الآخر كنت. مفترض إن أنا بلاقي كنت بتيجي نمرة 2، ما بتجيش ganz am Ende. والعكس أكليرن تيجي في الآخر. فأنا دلوقتي حددت اختياري في حاجتين، يا كنتن أكليرن يا هابن أكليرت. طب هنا أنا بتكلم والزمن بتاعي في حاجة ماضي ولا المفترض ان احنا بنتكلم دلوقتي وبطلب طلب مهذب، والطلب مهذب بيكون بكونتن، وده اللي خلاني اقول كونتن وفي الاخر اركليرن اللي هو انفينيتيف، ودي الاجابه الصحيحه كونتن وجانس ام اند كومت اكليرن اللي هو الانفينيتيف، ومعناها لو سمحت ها مية في لايش دن فيج دي سمبان هو يعني وضح لي الطريق لمحطه القطار. تمام تمام كتير جود. اي نوين سبونسر بيبقى قول شولر كوما اويري بيشر شون، وفي سبيس وفراجت سايشن علامة استفهام، واضح ان ده سؤال. فردوا تمام وكملت كلام وقالوا لي فيرليز سوري انا اللي كملت كلام قلت فيرليزن يا تست امبو يعني يا شولر. كلمة شولر دي بتحيرنا كتير في المنهج، هي دي سنجولار ولا بلورال يا فراو؟ تمام لو انا كملت قراءة الجملة لقيت بيكلمهم بيقول لهم اويرا فيشر، اويرا ده ضمير احنا ذاكرناه كويس قوي. تمام ده البوسيسيف فورنومن بتاع ايوه بتاع اير. يبقى هنا شولر هتبقى سينجولار ولا بلورال؟ لا اكيد بلورال. تمام وبقول لهم انتوا يا ولاد اويرا فيشر شون وسبيس دير ليزن ياتس امبوخ في زايد اوف ومخت سو وزين ده اوف وزايد سو. طبعا من معنى الجملة الأول فيرلي زنيات استئنبوخ، تمام يعني احنا هنقرأ دلوقتي في الكتاب، يبقى المفروض الكتب هتبقى مفتوحة ولا مقفولة؟ برافو عليكم مفتوحة. وبناء عليه أنا استبعدت ماخت سو واستبعدت زايد سو، دول مش هيبقوا تمام معايا خالص. فاضل لي حاجتين زايد اوف وزين ده اوف. طيب زايد اوف وزين ده اوف هتعتمد على ايه يا فراو؟ هتعتمد على تمام الاسم اللي انا تمام بكونجيت بصرف مع الفيرب. هو مين هنا تمام النوميناتيف بتاعي اللي انا بصرف مع الفيرب؟ اوير فيشر. طبعا اوير فيشر محدش فينا ابدا يغلط يقول اوير يعني اير، لا انا ماليش دعوه بالبوسيسيف برنومن، انا هشتغل على فيشر. فيشر هنا جمع ارتكلو دي يبقى انا هعوض عنه بزي بلورال، يبقى هقول زيند اوف شولر كوما زين دو اير بيشر شون اوف. تمام هي كتابكو بالفعل تمام مفتوحه ذير ليزن ياتست امبوخ. وطبعا لازم نخلي بالنا كويس قوي واحنا بنذاكر، تمام احنا ذاكرنا الفيربن بتاعت اوف مخن وتسو مخن، تمام واتفقنا ان ممكن يديني نفس المعنى لو استخدمت فيرب زاين مع البريبوزيسيون بس مع حرف الجر زي ما انا قلت هنا كده زين ده اوف فتبقى الكتب تمام مفتوحه، ولو قلت زين دي تسو فتبقى الكتب تمام مقفولة. اوكي نيجي النمر 13 ومعانا هير ياسر. Mach schnell, unser Zug ist auf Gleis 14 angekommen. أسرعوا، القطر بتاعنا هيوصل على الرصيف 14. فالرد كان Nein, das ist nicht unser Zug. ده مش القطار بتاعنا. Funktion nehmen wir nicht. احنا مش هناخد القطار ده. طبعا الف ب لازم تكون عارف الارتكل بتاع تسوق. تسوق لو حد فاكر ماسكولين يعني الاداه دير، وهنا كل ما بيكون الاداه دير لازم ابص كويس للجمله بتاعتي، هي دير دي موقعها نوميناتيف ولا مفعول اكوزاتيف. فاللي شاف كويس نيمن وعارف ان هو فعل بياخد اكوزاتيف اكيد هيختار دين، فقول دين
nehmen wir nicht. وده كان اللي هو ضمائر الإشارة وحسب اللي جه قبل اللي هو تسوق دير، فبالتالي بقى الدين. Danke, Herr Jessel. بيته. Nummer 31. Juli, ich habe gestern Familie Schneider zum Abendessen eingeladen. Habe eingeladen. خدت بالي وانا بقرا التمام الزبط من الجمله هنا بيرفكت تمام في الباست. انا عزمت فاميليا شنايدر zum Abendessen. Wie hat Frau Schneider das Essen gefunden? يا ترى كان رأي فراو شنايدر ايه في الاسم؟ Es hat sehr geschmeckt. انا هنا تمام بتكلم على مين؟ بتكلم على فراو شنايدر. طب ومين اس اللي قدامي؟ اس اللي هو داس اسن. لازم اخلي بالي كويس قوي فين تمام النوميناتيف، فين السوبجكت بتاعي، ومين الاوبجكت، ويا ترى الاوبجكت ده هيبقى اكوزاتيف ولا داتيف. انا اول ما لمحت الجمله اس هات سبيس زير جشمكت تمام، اول ما لمحت فيرب شميكن من الافعال المهمه قوي اللي عدت علينا اللي كومت ميت داتيف، دايما بيجي مع الداتيف، فاول ما بلمحه كده على طول شميكنج هيرنج فعلن في كذا فيرب كده، اول ما بلمحهم على طول بينور في ذهني الداتيف. عرفت ان انا هشتغل داتيف مع ان جشمكت في البارتيسيب بيرفكت في التصريف الثالث، بس هو المين فيرب، هو الفيرب الاساسي بتاعي تمام، فهيخليني اشتغل داتيف. وانا هنا بقول اس هات اس اللي هو الاسم، هات جشمكت زير عجبها جدا اللي هي مين؟ فراو شنايدر. فيبقى انا هختار لها في الداتيف مين الداتيف عندي هنا؟ عندي تمام يا اما اينن يا اما اير يا اما مير، بس بما ان انا بتكلم على فراو شنايدر فانا استبعدت مير جنب زي. طيب يا ترى فراو شنايدر دلوقتي هتكلم عليها هي تمام اينن ولا اير؟ هل هتكلم عليها ان الاكل عجبها بالريسبكتيرن بالاحترام، ولا عجبها هي زي وفي الداتيف هتبقى اير؟ طبعا هنا فراو شنايدر مش موجوده، هي ضمير غايب، هي زي، وبما ان هي زي هتبقى داتيف مع شمكت تمام او مع جشمكت، هتبقى الاختيار اير تمام. طيب نمرة 32 ياسر. Warum bleiben Sie bis jetzt im Büro und machen Überstunden? أنت ليه قاعد لغاية دلوقتي في المكتب وبتزود ساعات عمل؟ Sie können um 17 Uhr, تقدر الساعة 5 fertig machen, تخلص حاجتك und am nächsten Tag weiter arbeiten. في اليوم التالي تكمل شغلك، تواصل العمل يعني. فرد قال له ich habe Funktion bis Funktion Dezember Urlaub. هو بيعمل كده عشان عنده أجازة في الفترة من حتى، وأكيد عارفين من يعني فن. طيب يبقى لازم اختياري طالما شفت بيس يكون في فم، فأنا في عندي دلوقتي اتنين مرتبطين بالإجابة الصحيح. أول اختيار اللي هو فم سويلتن ومعها فيرت سنتر، وتاني اختيار ممكن فم سويلتن ثم فيرت سنتر. طب آخد أن واحدة، طبيعي إن لما بلاقي حرف الجر بيس بيجي معاه تسم، وده اللي خلاني أختار الاختيار فوم تسولتن بيس ومعاها تسم في تسنتن حتى الرابع عشر من ديسمبر. Sehr gut. Danke. Nummer 33, Joli, wie war es in den Bergen? ده هو فراج بيسألني بيقول لي wie war es، كيف كان الحال in den Bergen، في البرجن. قلت له sehr schön، واضح ان الحال كان بالنسبه لي sehr schön. unser Urlaub dieses Jahr war am يا ترى ام بيجي بعديها ايه؟ فاكرين الادجكتيف اللي ذكرناها وفاكرينها، قلنا اول ما نلمح ام لازم الادجكتيف تمام هينتهي ب اس تي اي ان، يعني ممكن يكون ليبستن، ممكن يبقى مايستن، ممكن يبقى بيستن. كده احنا استبعدنا بيسر فقط. طب ما كده صعبه يا فرا وانتوا كده بتصعبوها، بس احنا اتفقنا لما يجي اتكلم عن الحال كيف كانت الاجازه او الحال الاجازه في الجبال او في اي مدينه، يعني زير شون كانت كويسه، كانت حلوه، يبقى انا بتكلم على ايه؟ بتكلم انها كانت جود. وبالنسبه لي الاورلاب دي زيار بقى تمام كانت ام
بيستند، يعني تمام دي مش كويسة وبس، تمام لا دي كانت أفضل أجازة عندي. ودي طبعا بتعتمد على فهمي للبدويتنج للمعنى بتاع الجملة. طيب تعالوا نشوف. كده دخلنا تمام في الامتحان التجريبي. احنا كان في تسباي بريفونجل امتحانين تجريبيين السنة اللي فاتت، يمكن انتوا السنة دي ما ساعدكوش الحظ لحد دلوقتي انكم تمروا بأي امتحان تجريبي، لكن السنة اللي فاتت كان في 2 امتحان. الامتحان ده كان تاني امتحان، كان في شهر يونيو في شهر 6 قبل امتحانات الثانوية العامة على طول. انا ما جبتش التكست انا وهي رياسة النهارده على اساس ان احنا اشتغلنا التكست الاسبوع اللي فات في امتحان السودان، ويمكن بتاخد مننا وقت كتير، فقلنا تمام عشان نشتغل اكبر قدر ممكن معاكو دخلنا على السيتواسيون المواقف على طول. الموقف نمبر 13 بيقول لي دكتور جو كلينيك اونلاين فراو فيلدمان هتروكن شمارتسن. دكتور جو زاكت فراو فيلدمان زي زولن. يعني فراو فيلدمان عندها ركن شمارتسن. الكلمات المهمة وعدت علينا في ليكتسيون 90 في درس 10 وحفظناها كويس قوي. كلمة شمارتسن لازم أبقى فاكرها كويس جدا، اللي هي الآلام، وروكن اللي هي الظهر. فدكتور جو زاكت فراو فيلدمان قال لها زي زولن. طبعا احنا عارفين ده بزولن عشان هيديها تمام هنا راد نصيحة. يا ترى قال لها ايه؟ بصوا كده في الاجابات اللي قدامنا الاربعه وفكروا معانا. قال لها اينن اكبا بيتنس كورس مخن، هل قال لها كده ولا قال لها زي زولن تيجليش لانج سبازيرينجين، ولا قال لها زي زولن روكن شمارتسن ايمر هابن، ولا قال لها زي زولن يدن تاج زير فيل يونجليرن. طبعا نظريه الاستبعاد الاجابات ان انا تبقى بره اوت الصندوق الاجابه بتاعي او الحاجه اللي بفكر فيها، دي مهمه قوي بالنسبه لكم، لان احنا احيانا بنحس ان الاربع اجابات ممكن ينفعوا بس بيبقى فيه فروق بسيطه قوي. بس يمكن في الموقف اللي قدامنا دي في حاجات اوتوماتيكلي كده ما تنفعش. يعني هل الست عندها ركن شمارتسن فالدكتور قال لها تمام زي زولن ركن شمارتسن اي مرهابن، انت لازم يبقى عندك على طول ركن شمارتسن ده الم مزمن خلاص انتهينا روح يموت يعني، ولا قال لها زي زولن يدن تاج زير فيل يونجليرن. يمكن فيرب يونجليرن عدى علينا مش كتير، بس قال لها تعمل حركات دهلوانيه كده تتنطط على ايديها ورجليها، الست مش قادره عندها ركن شمارتسن، فانا استبعدت الاجابتين دول. طيب فاضل اتنين، يا ترى قال لها تيجلش لانج سباتسيرنجين، يوميا بتتمشى كتير، ده انا ظهري واجعني مش قادره يا دكتور هتمشى ازاي مش قادره اتحرك، ولا قال لها اينن اكثر فيتنس كورس ماخن. يمكن موضوع الكورس احنا في طرق العلاج في درس 10 يعني شفنا كورسز كتيره يمكن بالنسبه لنا حتى كمصريين يمكن كانت جديده، في اليوجا كورس والرايتنج كورس والاكوا فيتنس كورس، تمام حاجات كتيره كورسز علاج ممكن نجربها تمام وتساعدنا. فعشان كده انا اخترت الاجابه اينن اكوا فيتنس كورس ماخن. اوكي تعالوا نشوف الموقف اللي بعديه مع نهر ياسر. Du bist mit deiner Mutter beim Arzt, hinter mal Waldita kann der Tabib. Danach möchtest du Medikamente kaufen, aber die Kedda heißt, ich stelle die Adwaye. Die sind nur in einer bestimmten Apotheke vorhanden. Vorhanden und immer gut. Hier mal gut, fakat, fi Saidalia muhaddada. Oder lichelleni adawar ala ism Saidalia. Falama yuli, السؤال هيكون ايه؟ أكيد هسأل عن اسم صيدلية محددة. فلو حد شاف الإجابات كلها هيلاقي في إجابتين ما ينفعوش، اللي هم آخر إجابتين اللي هم فيهم عيادة، تمام؟ وفضل عندي أول إجابتين. إجابة بسأل فين شركة أدوية، وطبعا شركة أدوية ما تتعاملش مع أفراد عن مع صيدليات، فاستبعدتها برضو. فضل عندي إجابة وحيدة اللي هي الأولى، إزاي أوصل من هنا لصيدلية العزبي اللي هو اسم الصيدلية. وبيسأل هي بعيدة عن هنا، وده الطبيعي عشان يبقى عارف فين مكانها، وده اللي خلاني أختار أول اختيار. بيقول لي أختم بيتر لتستر أنرو فور دين باساجير هان ماير فيدر دي بوخت أوف لوفت هانزا 343 نخ برلين.
أختم بيتر تمام، اللي هو انتباه لو سمحت ليتستر أنروف، النداء الأخير تمام. ويمكن دايما الجملة دي بتفكرنا النداء الأخير لطائرة الدوحة، النداء الأخير لهيرن ماير اللي حاجز على خطوط الطيران الألمانية لوفت هانزا لبرلين. بس فريشتيز دو، انت كده فهمت ايه؟ هل انا فهمت ان ده اين انت سايجر؟ لازم ابقى عارفه كلمات. تمام، انت سايجر يعني اعلان. هير فيدر مشت اين تيكت نختر لين بوخن؟ لا طبعا. ولا ده سيست اين اختونج دي تسوجا نختر لين تسوجا يعني قطارات، فالاجابه دي مستبعده تماما. ولا هير فيدر غادا ان دويتشلاند ان وده سيست اين دوش تمام زاجا دوش زاجا تمام يعني نداء. ولا هير فيدر ايست ام فلوك هافن في المطار وفليكت من دير لوفت هانزا ناختر لين اب. طبعا دي الاجابه الصحيحه. انا حتى من غير ما اقرا الاولين اول تمام ملمح لكلمه فلوك هافن في المطار وفليكت مسافر من دير لوفت هانزا اللي هي اختصارها ال ها، خلي بالنا كويس جدا، الى برلين. السؤال اللي بعديها انا ما نسيش الثاني. هل ياسر بيتر ist allein im Kaufhaus. بيتر لوحده في متجر. Und probiert zwei Hemden, wie gerade am sehen. Ein weißes Abiad und ein blaues Azra. Beide gefallen ihm, الاثنين عاجبينه. Aber braucht nur eins, هو محتاج فقط واحد منهم. طيب هيسأل البائع يقول له ايه؟ أكيد هيبتدي يسأله عن أنه الأفضل. وكلمة الأفضل دي هي كلمة بسر. طيب بسر موجودة فين؟ أكيد شايفين في الاختيار التاني والاختيار التالت. طيب دلوقتي في الاختيار التاني هو بيتكلم عن قميصين ولا نوعين مختلفين؟ مختلفين. أنه الأفضل؟ Das Hemd oder das Kleid؟ فأنا ما بتكلمش عن حاجتين مختلفتين، أنا بتكلم عن حاجتين من نفس النوع اللي هو قميصين، وده اللي خلاني أستبعد الاختيار التاني. طب إيه الاختيار المناسب؟ الاختيار التالت اللي هو Welches Hemd steht mir besser؟ das blaue oder das weiße. وهنا اخد بالي من الفعل شتيت ان هو فعل ملائم للون، فبيقول له انه ملائم احسن اللون الازرق ولا اللون الابيض، وده كان الاختيار الصحيح عشان هو كان بيفاضل بينهم بيختار حاجه من اللونين، فيسال بشتيت ويقول انه احسن اللي هو بسر. اوكي نو مازيجيتسين دي مازوريان انتفورتد مال زين يا ام فريتاغ ام زيكس جيتس. انا لازم افهم الموقف الاول، وخصوصا لما يبقى شورت كده قصير قوي بسرعه الحكايه خلصت. المازوريان اللي هي بتعمل المساج انتفورتد وقالت بقى ردت عليا وقالت مال زين هبص كده يا ايوه ام فريتاغ ام زيكس جيتس ايوه يوم الجمعه الساعه 6. اوكي في هايز دي فراجه يا ترى السؤال كان ايه عشان هي ترد عليا الرد ده تقول لي ايوه ام فرايتاغ ام زيكس جيتس. يا ترى كان الرد كنت ايش دين ما مساج تيرمين او فرايتاغ في الشيبن ولا فاستير دي روكن مساج. انا من قبل ما اكمل حسيت ان الجمله الاولانيه مقنعه جدا. انا هنا احنا قلنا خلي بالنا الترمين الميعاد هو هنا طبعا مساج ترمين، انا المقطع الثاني ترمين اللي هو الميعاد لازم نخلي بالنا منه كويس جدا في المنهج عندنا لان جاي معاه اكتر من فيرب، منهم فيرب فور تريبن اللي هو بيساوي في المعنى فيرب اندن هيغير الميعاد او ياجل الميعاد، وفي ابزاجن اللي هو ديليتد هيلغي الميعاد تماما، وفي فرعين بار ان يحدد ميعاد، وممكن يبقى يجيب كومن عايز يحصل على ميعاد، ممكن هابن يكون عنده ميعاد بس تمام. فرشيدن ايكوال اندرن اخلي بالي منها كويس قوي، وعندي فرعين بارن ابقى حافظه كويس قوي، وابزاجن اخلي بالي ان هو ديليتد. فانا قلت لها كنت ايش اقدر اغير الميعاد ليوم الجمعه؟ فقالت لي ايوه ام فرايتاج جيت اس. يمكن انا ما اتسرعتش لان انا حسيت ان هي دي الاجابه المناسبه، بس لو بصينا بسرعه على بقيه الاجابات هنلاقيها غير مناسبه تماما للموقف بتاعنا. نيجي للموقف اللي بعديه اخت تسينو معانا هير ياسر. Deine Schwester Helen hat morgen Geburtstag. أختك هيلين عندها بكرة عيد ميلاد. Sie mag keine Haustiere. وأكيد عارفين Haustiere اللي هي حيوانات أليفة يعني. هي مش بتحب.
الحيوانات الأليفة. Du fragst, أنت بتسأل, was kann ich ihr kaufen? أقدر أشتري لها إيه؟ فطبعا أول حاجة استبعدها الحيوانات الأليفة، فده معناه إن أنا هستبعد نمرة 2 اللي هي كلاين كاتس. طيب وإيه كمان تستبعده؟ أول اختيار، لأن هنا هشتري لوالدتي مش لأختي، موتي ماما يعني. طيب فضل عندنا اختيارين، الأخير وقبل الأخير. طيب هستبعد ليه الأخير؟ أكيد بتقروا كويس وعارفين كوفن غير فير كوفن، كوفن يشتري لكن فير كوفن يبيع، فأنا أختي عندها عيد ميلاد فأكيد هشتري لها، فعشان كده استبعدت حكاية إن أنا أبيع فستان، وبالتالي فضل عندنا الاختيار الوحيد اللي ينفع اللي هو الاختيار التالت اللي هو إن دا شتات ميتا في وسط البلد فيندس تو اينن جروسن بلومن لارنا، تجد محل ورد كبير وتقدر تشتري لها ورد يعني، وده اللي خلاني اختار الاختيار التالت. Danke. Nummer 19, die Olli der Artist hat mir gesagt, am Morgen soll ich zuerst yoga, dann kann ich frühstücken. Dr. Elli, am Morgen subhia soll ich zuerst, خلي بالنا من كلمة zuerst و dann. لأن ده تمام بيدوني إيحاء بترتيب الأحداث. Zuerst أولا يوجن هيمشي دان بعد ما يخلص ماشي كان إيش فرشتوكن هيفطر. يبقى أنهي حدث هيجي قبل التاني؟ داس هايست ده معناه إن بايم إسن زولش فيل ترينيغن؟ لا طبعا تمام. فوردم إسن أخلي بالي بقى من فور ونوخ. فوردم إسن قبل الأكل كان إيش شبورت مخن؟ ولا نخدم إسن كان إيش شبورت مخن؟ يمكن أنا هقف عند الجملتين دول. ولا الجملة الثالثة إيش نام داس فرشتوك أند يوجا، هاخد فطاري الأول وبعدين يوجا. يمكن الجملة الأخيرة واضحة قوي إنها عكس اللي فوق، فأنا كده خلاص أوت، والجملة الأولانية تمام ملهاش علاقة بالموضوع. نيجي للجملتين اللي في النص، فور دم إسن قبل الطعام كان إيش شبورت مخن، أقدر أمارس رياضة. ولا نخدم إسن بعد الطعام كان إيش شبورت مخن. إحنا طبعا ذاكرنا الإتس باي بريبوزيشن فور قبل ونخ بعد، ويمكن اللي قابلهم في المعنى هنا تمام في السؤال او الجمله اللي فوق كلمه سو ايرست، اولا هيقوم بالرياضه وبعدين دان هيفطر. فعشان كده انا اخترت الاجابه تمام نمر بي، فوردم اسن قبل الاكل كانيش شبورت مخن. نمر 20 هير ياسر. بتينا بتقول والدتها موتي wollen wir heute zum Belladonna Kleidungsgeschäft gehen؟ تيجي نروح النهاردة محل ملابس اسمه بلادونا. فالأم قالت لها بتينا إس إست فير دامن، ده للسيدات الكبار بس نيش فاديش، لأن مفترض إن بتينا دي واحدة صغيرة يعني، أوند أوخ زير تاير، وبعدين ده غالي كمان يعني، مش مجرد إن هو مش مناسب ليكي لأن ده للناس الكبار مش اللي هما الشباب. فاس بيروت داس، ده معناه إيه؟ طبعا معناه إن المحل ده مش هتلاقي فيه طلبك، أو لو إحنا عايزين نستبعد ممكن أكيد نستبعد آخر اختيار إن ده فقط للشباب، لأ طبعا ده قلنا ده للكبار فاستبعدنا آخر اختيار، وطبعا الاختيار اللي قبليه لأن قال ده للسيدات والملابس الأحذية الرجالي وهو ما اتكلمش عن الأحذية الرجالي خالص، فهنستبعد آخر اختيارين. طيب هو مين اللي عايز يشتري، بتينا ولا الأم؟ أكيد اللي عارف كويس اللي عايز يشتري هي بتينا، فبالتالي اخترت أول اختيار إن بتينا فيل جينز هوز كوفن ونديز جيشفت اسنيش في يوجن ليش، والمحل ده مش للشباب، وده اللي لقيته الأم بالفعل. Ja, danke. بتاع. Hallo Diana, wie geht es deiner Mutter jetzt? أنا بسلم على ديانا وبقول لها wie geht es deiner Mutter jetzt? قالت لي بسر. Aber arme tun noch weh. إحنا هنا بنتكلم على الموتر. الموتر اللي هي أرتكلها تمام في منين دي؟ يبقى أنا لو أنا أساسا في الأول خالص بفكر يا ترى مين اللي هتكلم عليها الموتر، فتبقى هي زي. بس انا عايز بروزونال برنومن ولا عايز بوسيسيف برنومن، لان انا بتكلم على الارم بتاعت الموتر. فيبقى انا عايز الضمير اللي عائد على الموتر،
فهيبقى إير. برافو عليكم، حلو قوي. يبقى انا كده استبعدت ماينا وزاينا، لكن انا عندي تسبا اند بورتن، ممكن انا حيران ما بينهم، يا ترى اير ارما ولا اير ارما. تمام، واضح قوي لما قرأنا الكلمه ارما انها بلورال، وطالما بلورال يبقى ارتكلها دي، يبقى انا هختار اير ارما. طيب انا مش متأكد قوي انها بلورال، ما يمكن سنجولار، لا اللي مذاكر عارف ان دير ارما ودي ارما، واللي حيران شويه ممكن يبص لتون. شايفين الفيرب دي حاجه من الحاجات قلنا ناخد بالنا منها، لما الفيرب يبقى تمام تون يبقى هنا الاسم بلورال، فيبقى دي اللي هي الارما تون، لو سنجولار كان هيبقى توت. طيب نمرة 52 شهر ياسر. ماما واس تونكشن جيتس ماخن، فقلت لها غيمت ايرة سيما اوف. أول حاجة أخد بالي منها إن هنا في الإجابة في أمر إمبراتيف، والأمر للجمع قيمت أيرت سيما أوف يعني رتبوا حجرتكم، فأكيد السؤال هيكون بفير. طب أنهو فير، فولن فير ولا زولن فير؟ اللي عارف كويس هيختار زولن فير، لأن ده سؤال على الأمر. بتعود كل ما ألاقي أمر وأسأل أسأل بزولن، واخترت الزولن عشان أكيد فير، فأقول بس زولن فير يتس ماخن. عارفون في الفرنسيش ماين اوبا فا كيفلت دير قال دي بايدن فان دي شكوت. وهنا السؤال، يا ترى هنستخدم فيلشن اودر فيلشا فيلشس فيلشر. والجزء ده تمام لما ذكرناه قلنا خلي بالنا فيلش كفراج فراج فيرتا كأداة استفهام مرتبطة بالاسم اللي بعديها. طيب يبقى انا لازم ابص على كفر، كفر ارتكلها ايه؟ كفر ارتكلها دير. حلو قوي، بس خلي بالنا كويس قوي. تمام، احنا خلاص سنه ثالثه وامتحاناتنا قربت جدا، ان احنا لازم نخلي بالنا وقلناها كتير قوي، اي اسم بينتهي بايه ار في الالماني بيبقى في حاله سنجولار زي بلورال، يعني دير كفر ودي كفر. طيب يا ترى انا هعرف انها سنجولار ولا بلورال منين؟ تمام، انا كده استبعدت فيرشز طبعا واستبعدت فيلشن. طب لا، هي وارد انها تبقى فيلشن، وارد انها تبقى فيلشن، كده استبعدت فيلشس. بس يا ترى انا بحدد على اساس ايه افرا، وبحدد على اساس الفيرب كمان اللي معايا، فيرب جيف فالن. من الافعال المهمه جدا، تمام، من اول ما اشتغلنا فيها من اولى ثانوي، تمام، ويمكن حتى في امتحانات اولى ثانوي السنه دي ظهر كتير، واحنا قلنا خلي بالنا من فيرب جيف فالن كويس قوي وفيرب جيهورن، لان الزخ الشيء اللي بيبقى معاه هو اللي بيتصرف مع فيرب جيف فالن. اما زي ما احنا شايفين تمام البرزون هنا داتيف اللي هو دير، يبقى انا مصرفه جيف فيلت بالاوملاوت والتي مع الكفر، يبقى أنا بتكلم على حقيبة واحدة ولا حقائب؟ يبقى أنا بتكلم على حقيبة واحدة. طيب يبقى أنا كده ركزت إن أنا هشتغل على دير. طيب يبقى أنا استبعدت كمان فيرشر، بس يا ترى يا فراو فيلشر ولا فيلشن؟ أنا لسه قايلة حالا مع فيرب جيفالن الزخ الشيء هو هيبقى النومينتيف أو السوبجكت الفاعل اللي هصرف معاه الفيرب، وبما إن هي تمام أنا مصرفة الفيرب جيفيل، فيبقى أنا هختار فيلشر كفر جيفيلت دير. طيب ما هو في الإجابة قايل دي بايدن؟ لا، أنا السؤال هنا حاجة والإجابة حاجة تانية، هو تمام الأوبا رد وقال دي بايدن فان ريشكوت، الاتنين تمام أنا شايفهم كويسين، ممكن يبقوا تمام في شنطتين، بس أنا كنت بسأل على أنهي واحدة هي اللي عاجباني. نمر زيكس أون سبانسي شهر ياسر. هل داني فاميلي جيرن موزيك؟ هل عيلتك بتحب تسمع موسيقى؟ يا أبا زا جيرن، أيوه بالفعل بتحب جدا. Gut, ich bringe Pünktchen eine CD von Rihanna mit. طبعا أكيد شايفين الفعل bring وفي الآخر mit، وإحنا عارفين من Lektion 14 إن mit bringen بيجي معاه zwei Objekte، والzwei Objekte في Person وفي Sache. البرزون الشخص بيبقى داتيف، والزاخ الشيء زي ال CD كده أكيد شايفين eine أكوزاتيف، فده معناه إن أنا عايز مفعول لطيف ويكون بيعوض عن الفاميلي. السؤال، الفاميلي مؤنث ولا جمع؟ ما تنساش العائلة مفرد مؤنث، لأن في عائلة وفي عائلات، فالعائلة مؤنث، فبالتالي أختار إير. ليه؟ لأنها هنا داتيف، لأنها البيرزون أو الشخص، فمعناها أنا أحضرت للعائلة يا أين تسي دي فون ريهانا ميت.
لهم سبانسش بيقولي was ist dein Lieblingsessen يا مارتن؟ فقلت دي steaks هي besonders gut. يا ترى هنا الverb هيبقى schmecken oder schmeckt oder gefällt oder mögen. لما الاقي الانسان البرزون لطيف وواضح وظاهر وصريح كده مير اوكي انا محتاجه فيرب كومت ميت داتيف فانا استبعدت ميجن انا عندي كده شمكن وشمكت وجفلت احنا متعودين دايما مع الاسم مع الاكل والجترينك والمشاريب تمام مشروبات بنستخدم فيرب شمكن اللي هو طعمه او مذاقه دي ستيكس هنا يا ترى زينجولار ولا بلورال لا دي بلورال فيبقى انا هختار شمكن على فكره فيرب شمكن برضو زي نفس الفكره بتاع الجفالن ان الزخ الاكل او المشروب اللي انا بتكلم عليه تمام هو اللي هصرف معاه الفيرب نمر اتس باي فانا قلت شمكن نمر اختر ريسبونس شهر ياسر هليكس فان كوم دكتور جو فيدا الهوت لاين بيرد عليه بيقول له ايست فونكشن سبتمبر ام اورلاوب هليكس بيرد بيقول دانكي او فيدا هيرن طب نختار ايه؟ لما بشوف سبتمبر اللي هو شهر وعايز استخدم معاه تاريخ ممكن اقول ام وممكن اقول بيسوم لكن لا ينفع تصوم لوحديها ولا ام لوحديها فبستبعد اخر اختيارين. طب اختار الاول ولا الثاني؟ لازم اقرا وافهم المعنى كويس. مفيش يوم في الشهر اسمه 32 اخر يوم في اي شهر هيكون 30 او 31 عشان كده استبعدت اول اختيار لان مش منطقي. فيش يوم في الشهر اسمه 32 ابدا. طب ايه اللي ينفع؟ اقول بيتسوم استن حتى اول سبتمبر. اللي هو الاختيار الثاني طبعا. Nummer 29, Andro, kennst du Herrn Anton und seine Frau? Ja, Anton, تعرف Herrn, تمام, ja, Andro, Entschuldigung, kennst du Herrn Anton und seine Frau? Anton, تمام, تعرف الفراو, Anton und Frau بتاعته? قال لي, ich lade und seine Frau, يبقى هو كده بيتكلم على Herrn Anton, أنا عزمته والفراو بتاعته heute zum Essen ein. Einladen, احنا عارفين. بيتر قال لي ja, ich kenne die ganze Familie sehr gut. يمكن انا شغلي تمام مش هيبقى مركز على اجابة بيتر لكن انا هركز على الجزء الاولاني. قال لي ich lade نقاط und seine Frau. يبقى انا عزمت انتون والفاميليا بتاعته النهاردة. انتون اللي هو اير. طيب وانا هعزمه فيرب اين لادن احنا مذاكرينه كومت ميت اكوزاتيف ولا داتيف هو لازم طبعا لازم نبقى مذاكرين كويس جدا اين لادن كومت ايما ميت اكوزاتيف وعشان كده انا اخترت الاجابه اي مع التغاية سي شهر ياسر Zuerst esse ich zum Mittag في الاول هتغدى Function dann mache ich die Hausaufgabe dann اكيد عارفين ثم هعمل الواجبات يا ماما فقالت لي اوكي ده جيت ماشي ينفع طبعا اللي احنا عايزين نتعلمه هنا ان انا عايز استخدم رابط والرابط واضح جدا بكلمه دن كل ما تلاقي دن اللي هي السم اكيد هتقول اوند اوندن وسم عملت كذا لان انت بتضيف معلومه جديده وطالما في اضافه بتقول اوند Am 30 Juli am Wochenende fahre ich meiner Oma. Sie lebt Land. احنا تمام اخدنا وذاكرنا كويس قوي البيرسون الاشخاص انا هنا فاضي ايش يعني انا هتحرك انا رايحه للام البيرسون هيجي معاهم تسو طيب يا فرو ما الاربعه فيهم تسو لا في فرق في تسور وفي تسو يا ترى هختار مين فيهم لو هنلاحظ ونخلي بالنا كويس جدا ماينر اوما انا مذاكره ان تسو كونت مي داتيف حرف جر بيجي مع الداتيف اوكي بس انا عندي الاوما ارتكلها هنا دي وتمام فرقين ده اتحولت بقت دير فبقيت ماينر فالداتيف اوريدي موجود فانا مش هينفع اخد ابدا تسور يبقى انا هاخد تسو فقط تمام يبقى انا استبعدت اجابتين فاضل لي تسو اوفيس ولا تمام تسو اوف ديم طيب هو احنا اساسا مذاكرين في المنهج كويس قوي ان اللاند بيجي مع حرف الجر اوف واو في المنهج بتاعنا احنا مذاكرينها كومت ميت داتيف يبقى انا هختار الاجابه نمر تمام فير اخر واحده لان انا تمام عارف ان اوف واللاند ارتكلها داس فرقين ده تتحول تبقى ديم
يبقى auf dem. 32 شهر ياسر. Mein Fernseher ist kaputt. Die Reparatur dauert Punktchen Samstagabend. Am Sonntag Punktchen 11 Uhr kann ich ihn abholen. الجملة دي سهلة جدا وأنا ممكن أحلها بالاختيار الأولاني بس. إزاي؟ أكيد شايفين دورت. دورت يستغرق. أول ما تلاقي دورت أكيد بيس. مفيش غيرها ينفع كاختيار أول والاختيار تاني أكيد صحيح. فبالتالي أقول بيس وأب. حتى مساء السبت أم زونتاج أب 11 أور بدءا من الساعة 11 أقدر أحضر التلفزيون اللي هو كان بيتصلح. Der letzte Satz, آخر جملة معانا النهاردة. Papa, würdest du mir bei den Aufgaben helfen? Würdest helfen? حضرتك تقدر تساعدني في الأوفجابن؟ تمام. البابا قال له gerne. Bring mir meine Brille. Mach das Licht und das Heft. هو بابا وافق فقال له يلا بسرعة افتح النور وافتح الكراسة. تمام حلو قوي، احنا مذاكرين كويس قوي الفيربن مع الليشت. تمام. النور والسيجارات وكل الجغات الأجهزة بيجي معاها ان ماخن. تمام، فعشان كده اخترت الإجابة نمر دراي. أما الكراسة هيفتحها فهتبقى تمام أوف ماخن، فأخدت أوف. لو هنلاحظ إن المقطع هنا أساسي لأنه إمبراتيف ماخ موجود في الأول، فأخد المقطعين ان مع الليشت وأوف مع الهيفت. والفيربين دول الأربعة لازم نكون مذاكرينهم كويس جدا وحافظين الورد شاتس اللي تخص في كل جروب فيهم. يا رب نبقى قدرنا تمام نفيدكم النهارده أنا وهير ياسر على قد ما حاولنا. تمام نراجع معاكم تمام الريجل بتاعت الجراماتيك وإن تمام نشتغل معاكم الالتاكست واتيونن. نتمنى إنكم يا رب تكونوا استفدتوا معانا وتكملوا مراجعة، وإن شاء الله مكملين معاكم بإذن الله الأسبوع الجاي. كان معاكم النهارده تمام هرياس روفرا وهدى الخولي. تمام، والحلقه اترجعت من هير تمام شحاته سلمان. ونشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير، واقول لكم او ويدرزين. تشوس.